إجراءات تفرضها شركة الكهرباء في مدينة أعزاز، وهي تخفيض ساعات التشغيل ورفع سعر الكهرباء. ما هي الأسباب وما هي ردة فعل الشارع السوري؟ للمزيد خلونا نتابع المادة التالية ونعود إلى الحوار. يعني ارتفاع لكل الناس، هلا مثل اليد العاملة، يعني كلها يد عاملة، ما في عنا انه ما في بالنسبة لأجور اليد العاملة كلها، يعني معك من 50 35 40، اعلى شيء عم يعطوه 100 ليرة، يعني 100 ليرة عم يجي كهرباء، عم يجي نت، عم يجي غيره، عم يجي مصروف، عم يجي من كل اللي ويرجع ارتفاع الكهرباء ارتفاع مفاجئ، يعني يعني تقريبا وقفت ليرة على الكيلو. الشعب ما يتحمل الوضع اللي عنا اللي احنا فيه، ما يتحمل هالظروف اللي يعني عم يعدي على كل الشعب، وتعرفي وضع الشعب ووضع المعيشة هون ووضع اللي عنده عائلة وشغل ما فيه، هلا لكل الناس يد عاملة كلها باطلة. يعني هي أنا بارك هون لا شغلة ولا عاملة، شايفة على الوضع أنت. يعني ارتفاع المفاجئ ما لو المواطن قدر يدفع هالارتفاع ارتفع، لأنه عم بشتغل أكثر شغله على الكهرباء ونخسر، لأن نشتغل تقطع 4 ساعات في اليوم، عم ندفع كهرباء مشان نعيش نحن، ويعني ندفع نعمل مقطوع على الكهرباء طول في الليل 4 ساعات، في النهار 4 ساعات، وهيك صعب علينا بصير ما نقدر لا نشتري مازوت، وحتى بركبنا ما اشتغلت الصوبة. ايه وهيك هذا طلبنا، بس طلبنا انه تأمل الكهرباء وتضل رخيصة علينا. أنا كطالب في جامعة حلب الحرة، ارتفاع الأسعار من قبل شركة الكهرباء أثر علينا بشكل كبير. ارتفاع الأسعار، يعني احنا كطلاب وقت طالب عم يعبي كرت الكهرباء راح يكون علينا عبء كبير، يعني في أي كمية كانت، يعني طالب هلق إذا كان عم يعبي ب 100 ليرة زادت عليه الكمية تقريبا خلينا نقول النصف، وهذا طلاب نحن عم نعاني عليه، عم نعاني منه بشكل كبير جدا، لأنه الطالب بهالحالة هي هو ضائقة مادية عليه كبيرة جدا. والله الارتفاع الكهرباء بالوقت الحاضر شيء لا يطاق، يعني فالفقير إذا ما في عنده مصاري أو ما في عنده معين أو شيء شو بده يساوي؟ الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فالإنسان يعني ما في عنده قدرة، ما في عنده، ولذلك يعني إجت صارت يعني الغلاء يعني شغلة مفاجئة للناس كلياتها، فأغلب العالم 70-80% ما في عندهم قدرة لدفع لهالشي هذا، فأقول الله يفرج. وينضم معنا إلى الاستوديو الأستاذ محمد عيد، مدير قسم العلاقات العامة في شركة الكهرباء. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. كيف صباح الخير؟ صباح النور، يسعد صباحك أستاذ محمد. مثل ما شفنا الاحتجاجات ضد رفع سعر الكهرباء، لو تخبرنا شو هي أسباب رفع سعر الكهرباء؟ أنستي الكريمة، بالنسبة لارتفاع أسعار الكهرباء، أسعار الكهرباء طبعا ارتفعت هي من وزارة الطاقة من تركيا، فلذلك نحن نستجر الكهرباء من تركيا، وعندما ترتفع الأسعار في تركيا نرفع. أستاذ، الشارع يتساءل أن شركة كي إنرجي يوجد بينها وبين المجلس المحلي عقد، هل التعاقد مع لعدم التعاقد مع شركة أخرى، هل ما صحت هذا الكلام؟ لا، في عقد موقع وفي اتفاقية موقعة، إذا أي أحد الطرفين أخلى بالعقد يفسخ العقد، فنحن ملتزمين بالعقد، ومن ضمن العقد كل 3 شهور إذا في ارتفاع نحن نرفع السعر، وإذا في انخفاض طبعاً يكون في انخفاض بالسعر. ما هي الشرائح اللي شملت هاي الارتفاع؟ الشريحة المنزلية فقط لا غير. شو السبب إنه فقط الشريحة المنزلية؟ لأجل الشريحة التجارية والصناعية، يعني أسعارها طبعاً مرتفعة، يعني فالشريحة المنزلية هي الأكثر عدداً يعني لتعويض الخسارة المالية يعني بهذا الأمر، والغلاء يعني عام، يعني ارتفع الجهتين هو، بس نحن ما فينا نرفع كل الجهات بهذا الأمر. هل هناك منظمات ومبادرات تسعى لدعم القطاع الكهربائي؟ الحقيقة ضمن الكواليس في كلام كثير أنه عن دعم، أما على الواقع لا يوجد بهذا الأمر أي شيء. كل فترة عم يتم الإعلان أنه هنيك هون في تقنين، يعني شو هي أسباب التقنين؟ هلأ أسباب التقنين، سابقاً كان في تقنين، كان في أعطال، كان في جهات معنية ما كانت عم تدفع، فتوصلنا لحل بينه وبينه. أما أسباب التقنين
من 9 الشهر ل 15 الشهر، يعني هي أسباب تعويض خسارة بالنسبة للشركة اللي من بداية الشهر صار في غلاء ونحن ما حسن نرفع. والتقنين يعني حاليا إن شاء الله لا يضر، هي التقنين من الساعة 3 صباحا للساعة 6 يعني حوالي 3 ساعات، وإن شاء الله بإذن الله حتى هذا الأمر إن شاء الله محلول. يعني يتم هناك دراسة لوقت التقنين؟ نعم أكيد أكيد، التقنين من الساعة 3 صباحا للساعة 6، كل العالم يعني نايمة، ما في معامل، ما في منشآت، فإن شاء الله ما بتضر. يعني اليوم هل رح تأثر هاي الاحتجاجات على قرارات الشركة بتخفيض السعر؟ سيدي الكريمة، نحن يعني نحترم الاحتجاجات، نحترم رأي الشارع في هذا الواقع، أما المضمون والواقع اللي موجود بأنه في غلاء مثل أي غلاء للأسعار لكل المواد يعني موجودة، كل غلاء يعني بس يصير غلاء بده يصير غلاء عام عرفون. فالكهرباء من أحد الموجودين يعني من الغلاء، من المواد الغذائية، مواد البترولية، فالكهرباء يعني عندما الشركة ما لها مصلحة هي بالغلاء الواقع، يعني احنا ما كثير بنسر بهذا الغلاء وعرفون بتأجيج الشارع علينا، بس الواقع بيفرض حاله. هلا اليوم انت عم تقولي انه الغلاء، بس الدولار يعني لساته ثابت، من وين انه مصدر الغلاء عم نحن يصير؟ الغلاء نحن نتعامل بالليره التركيه وليس بالدولار. فاليوم بالنسبه لشركه تبعنا تستجر طاقه من شركه الطاقه من تركيا، فالمواد تقريبا يعني مواد الغذاء اللي هي تنتج الكهرباء فهي مرتفعة يعني الواقع عالميا يعني سيدي الكريم، فصار الغلاء بهذا الأمر. طب اليوم إذا الناس ما عاد عندها قدرة إنه تشتري هاي الكهرباء، هل هناك بدائل؟ هلا البدائل هي ممكن تكون شخصية يعني على مستوى الفرد، أما معظم العالم تتقبل بالكهرباء، الكهرباء نعمة من الله عز وجل، يعني تختلف عن الطاقة، تختلف عن التوليد المروحي يعني عرفت اليوم، فالكهرباء نعمة يعني موجودة ولحد الآن هي أرخص شيء، بس المشكلة اللي احنا عندنا بالمحرر الدخل قليل عرفت اليوم، لذلك الشعب يعني في عنده وجع بهذا الأمر، اليوم دخل الفرد لا يتناسب عرفت اليوم مع المصروف، فلذلك في احتجاجات بهذا الأمر بكل الأشياء الموجودة بالمواد، بجميع المواد يعني في احتجاجات يعني. هل سيكون هناك دعم خارجي للقطاع الكهربائي مثل تركيا قطر؟ تركيا لا تدعم، قطاعنا لا تدعم، تدعم الكهرباء طبعا بتركيا ضمن الدولة التركية هي تدعم، لذلك دائما بقولوا بتركيا أرخص من الشمال، تركيا دولة قائمة شعبها بتدعمه، تخ مليارات الدولارات لوزارة الطاقة لانخفاض سعر الطاقة، أما بالنسبة لنا ما في عنا داعم، نحن هون نحن نستجر ونبيع. يعطيك العافية أستاذ محمد عيد، مدير قسم العلاقات العامة كبماي بالاستوديو، شكرا كثير لك.